أفلس أنواع الاستعمارات في العالم الاستعمار الفرنسي، أسوأ أنواع الاستعمارات الاستعمار الفرنسي. يعني الاستعمار الفرنسي كيدمر المخ، مش غير الاقتصاد والاجتماع، دمر المخ. الدليل على ذلك الآثار التي حصلت من هذا الاستعمار بعد خروجه وإلى زمننا هذا بشكل حقيقة. كاين بلاد أخرى الاستعمار كله مفلس، ليس في القنافذ أملس، ولكن مع ذلك الآثار اختلفت. دول يعني استعمرت، يعني استعمروها الإنجليز، استعمروها الطليان، استعمروها، يعني دمرت وخربت. استعمار كله ظلم وتدمير وتخريب وإبادة، ولكن مع ذلك يعني كيبقى الإنسان عنده بعض الخصائص ديالو. الاستعمار الفرنسي خدم بوعي مبكر، هذه الفلسفة ديال ليوطا يعني معروف، خدم برامج التعليم وخدم واحد عدد ديال الأدوات باش يغير المخ كيف، يعني كيف يفكر الناس. هذا خطير جدا فعلا. فصار يعني واحد يعني شريحة كبيرة من البلاد التي استعمرتها فرنسا في ما كانت وفي ما كانت، صار عندهم يعني 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 يفكر بالطريقة الفرنسية، وهذا أمر يعني صعب جداً.